الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي عن هذه القضية، فقال فضيلته: حدث حينا عن مأساة البوسنة والهرسك، حينا عن مأساة مسجد بابري في الهند الذي حول إلى معبد وثني وهدم المسجد، نتحدث عن مأساة الصومال وما يجري فيها، ونتحدث قبل ذلك وبعده عن مأساة فلسطين، وهي مأساة عميقة الجذور طويلة الأمد، وهي قضية المسلمين المركزية. إذا تحدثنا عن قضايا الأرض الإسلامية والأمة الإسلامية، نحن نعيش أيها الإخوة في مآسي قدر لجيلنا في هذه المرحلة أن يعايش هذه المآسي والمحن التي تفاقمت وتتابعت وأخذ بعضها بحجز بعض، محن أو فتن كما صح في الحديث يرقق بعضها بعضا. يقول المسلم إذا أصابته الفتنة: هذه مهلكتي من شدتها وقسوتها. ثم تزول هذه المحنة وتأتي محنة أخرى أشد من السابقة ترققها، أي تجعل التي مرت رقيقة هينة. هذا هو حالنا اليوم، فتن يرقق بعضها بعضا. أصبحنا كما قال أبو الطيب المتنبي: رماني دهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. من كثرة المصائب التي تنزل بنا مصيبة بعد مصيبة، عما نتحدث؟ كنا نود أن نتحدث عن انتصار الصحوة الإسلامية التي شرقت وغربت، احتلت العقول والنفوس وتركت بصماتها على الأفكار والمشاعر وعلى الإرادة والسلوك. هذه الصحوة التي رأينا آثارها في هذا الشباب من شباب في البلاد الإسلامية وخارج البلاد الإسلامية، في الجاليات والأقليات في أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى، هذا الشباب الذي يصوم الاثنين والخميس، الصوام القوام الذي يتلو القرآن أناء الليل وأطراف النهار ويدرس الحديث والسيرة ويحاول أن يتفقه في دينه. كنا نريد أن تنتصر هذه الصحوة، ولكن الذي حدث أن هذه الصحوة أقلقت أعداء الأمة وأزعجت القوى المعادية للإسلام، فتحركت بعد سكون وأجمعت أمرها بليل لتضرب هذه الصحوة وتعوق سيرها وتقف في طريقها وتوقع بين الشعوب والحكام، تخوف هؤلاء من هذه الصحوة وآثارها، من هؤلاء الذين قد يسمون أحيانا الرجعيين المتطرفين المتشددين الأصوليين إلى آخر هذه التسميات التي تختلف أسماؤها وعناوينها ولكن المضمون واحد. هذه الصحوة التي استطاعت أن تحرك هذه الأمة من همودها، وقد عرفنا أن هذه الأمة لا يحركها محرك إلا كلمة الله، هذا ما جربناه. طالما عزفوا على
نغمة الاشتراكية ونغمة الثورية ونغمة القومية ونغمة الديمقراطية ونغمات شتى. فما نبهت هذه المنغومات والمنظومات من هذه الأمة غافلا، ولا حركت منها ساكنا، ولا فجرت فيها طاقة، إنما الذي يفعل ذلك حينما تقاد هذه الأمة باسم الله. إذا قلت لها يا كتائب الله سيري، ويا خيل الله اركبي، ويا ريح الجنة هبي، استطعت أن تقود هذه الأمة لتتخطى العقبات وتصنع المستحيلات أو ما يشبه المستحيلات. هذا ما جربناه طوال التاريخ، وما جربناه في عصرنا هذا. ولذلك انتفض أعداء الأمة وتآمروا علينا ليقلبوا عرسنا إلى مأتم. ففي كل مكان محنة، وفي كل أرض مصيبة، وآخر هذه المصائب مصيبة إخوتنا المبعدين أو المطرودين أو المهجرين، سموهم ما تسمونهم. القرآن سمى هذه العملية تسمية معروفة، اسمها الإخراج من الديار. الإخراج من الديار، وهو أمر يوازي قتل النفس. يقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حين تكلف الإنسان أن يخرج من داره كأنك تكلفه أن يقتل نفسه. إنسان بلا أرض ولا دار، إنسان مقطوع الجذور، كأنك قتلته. ومن هنا كان هذا الأمر جديرا أن يكون سببا للقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن لهؤلاء الذين ظلموا أن يقاتلوا. لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق. قد قص علينا القرآن قصة ذلك الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. على ما نقاتل إذا لم نقاتل على هذا؟ إذا أخرج الإنسان من داره، فخروج الإنسان من الديار، إخراجه من داره، هذا سبب لأن يقاتل. وعلى هذا الأمر يوالي ويعادي: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا يتولى إنسان أخرجني من داري أو عاون على هذا، ظاهر على هذا الإخراج. عملية الإخراج من الديار جريمة من أكبر الجرائم في نظر القرآن الكريم. الظلم كله جريمة. أي ظلم إذا أخذ الإنسان من شيء بناه وبناه آباؤه وأجداده، أرض عاش فيها وعاش فيها أهله وماتوا فيها، كما تقول الأنشودة المصرية: هذه أرضي أنا وأبي مات هنا، هذه هنا قبر آبائي وأجدادي، أرض روتها دماء أجداد المسلمين. فلهذا الظلم البين يجب أن يقاوم. الشعر العربي
القديم حينما منع من بئر حفرة أن يستقي منه، فثار وهاد وغلى كما يغلي الماء فوق المرجل فوق النار. وقال في ذلك: وقالوا قد جننت. فقلت: كلا وربي ما جننت ولا انتشيت، ولكني ظلمت فكدت أبكي من الظلم المبين، بل بكيت، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، بئر أحفره ويحفره أجدادي من قبل، ثم يأتي أناس يحرمونني أن أستقي منه. هذه هي مشكلة إخواننا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقول ربنا الله ووطننا فلسطين. هؤلاء هم الذين أقلقوا يهود، الذين أزعجوهم. لم يزعج يهود كل قتال أو نضال كما يقولون، لأنهم رفضوا أن يسموا هذه المقاومة، رفضوا أن يسموها الجهاد، سموها النضال، حرموها من إيحاء الكلمة الإسلامية الجهاد، والجهاد في سبيل الله. اليهود ما كان يهمهم هذا. كل ما يخيف اليهود أن تقوم حركة في فلسطين على أساس الجهاد في سبيل الله، تتخذ الإسلام أساسا. والقرآن دستورا، والسنة أسوة، وأبطال المسلمين مثلا أمامها. هذا ما كان يخافه اليهود من قديم. وهذه كلمة الأستاذ السيد علي بجريدة الأهرام.